ازيك عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ كله حلو؟ كله حلو. عندك ايه النهارده؟ عندي ضغط. ضغط؟ اه. طب وانا كمان بتمرن ضغط. طب ايه؟ محتاج الحزام؟ بتمرن بيه كل التمارين النهارده. انت عارف ان الكابتن قال ما ينفعش تشيل وزن تقيل من غير ما تغير الحزام ده؟ اه، عشان كده انا معايا حزام ماكس ماسل. حزام ماكس ماسل؟ انت عارف ان انا نسيت الحزام بتاعي؟ طب ما تعدي كده تروح تجيبه بسرعه. طب ما تديني حزامك وجربه. انا ماما قالت لي ما تديش حاجتك لحد. وانا حد برضه؟ انا هدولك المره دي، دي اخر مره. شكرا. خالد، انت عارف ان الكوتش قال لي ما ينفعش الوزن يطير من غير الليفتنج التراب؟